عربي، لعبت في 3 أندية، أفضل تجاربك فيهم؟ والله يا كابتن، يعني كانت التجربة الأولى كان الجونة، بعد كده فيوتشر، بعد كانت كده تجربة الجونة تجربة قوية، لعبت عدد كانت معاك ماتشات، مجموعة كبيرة من الأهلي. كبير. لا، ما حضرتش انا اكرم توفيق، وما حضرتش احمد ياسر ريان. انت رحت بعديهم؟ رحت بعد كورونا على طول. فكان بالنسبة لي كلهم كويسين، يعني كل التجارب الصراحة. افضل كورة قدمتها مع مين؟ انا لعبت مع كابتن رضا شحاتة، لعبت يعني 21 ماتش من 28 ماتش، فلعبت عدد ماتشات كويس. مع فيوتشر لعبت مع كابتن علي 18 ماتش من 34 ماتش وكاس الرابطة. فيعني ارقام انا كبيره دي، هي مش كبيره، بس انا كان يعني كان حلمي هي ارقام. او طمحان في اكتر من كده. على رضا كابتن شحاته ارقام كبيره، مع علي مش ارقام قليله. في الجيش يا كابتن لعبت مع كابتن، كابتن محمد يوسف اللي كان لغز معاك، مش لغز، بس هي دي قرارات ووجهة نظر ايوه، مدير بس فني. وجهه نظر ان انا اشوفك انت مش موجود مع الكابتن. مش عارف والله يا كابتن، انا ما لعبتش خالص مع كابتن يوسف، بس يعني دي برضو وجهة نظر برضو، وانا بحترم كل الاجهزة اللي مرنتني وكل ثم لعبت الناس. بعد كده لعبت كابتن مع كل حمد. لعبت الحمد لله مع كابتن عماد النحاس. اول ما جه لعبت الحمد لله معاه، وجي كابتن عبد كابتن الحميد بسيوني، بسيوني لعبت معاه كل الماتشات الحمد لله. ويعني ده بجد يعني فضل كبير من ربنا، ثم بعد كابتن عبد الحميد. سبحان الله. الكوره برضو غريبه، تقفل ضبه ومفتاح تفتح على مصراعيها. والله يا كابتن، انا في الفتره دي كنت عايز اقطع عارضي فتره الجيش اللي هو في شهر 1، بس يعني انا خدت يعني قرار ان انا هكمل واقعد، وان شاء الله هلعب في النادي واثبت لكل الناس اللي موجوده في النادي وخارج النادي ان انا لعيب كويس، وان انا اقدر ان انا اخدم النادي واقدر اشيل النادي. والحمد لله ده حصل في الاخر. انا لعبت كل الماتشات اللي احنا كنا بنصارع فيها على الهبوط، 6 ماتشات 7 ماتشات، والحمد لله كلهم كسبناهم، وباستثناء بس ماتش بيراميدز الاخير ده هو اللي خسرناه، لكن كل الماتشات كملنا وكسبنا. عندك فرصة دلوقتي في الأهلي ولا الإعارة أفضل لك؟ والله هو دلوقتي يعني عدد الناس اللي في نص الملعب بكتير وبيكتروا، بس انا ما عنديش مستحيل، انا هشتغل على نفسي وهتعب وهكمل زي ما انا ماشي. النادي احتاجني اطلع اعاره، هطلع اعاره، احتاجني ان انا يعني أنت ابقى لو صرحت موجود. نفسك في المرحلة دي تحتاج سنة تانية إعارة ولا تخش خناقة الزحمة؟ والله يا كابتن انا ما عنديش يعني مشكله في التحدي، ما عنديش مشكله في الصراع اللي انا يعني انا وحضرتك مثلا بنلعب مكان بعض، ما عنديش مشكله. انا هشتغل واتعب جامد لحد ما العب واثبت نفسي، عشان ده حصل في فيوتشر. كان مكاني غنام وندفت وبوبو وناصر، كان مكاني ناس كتير جدا، والحمد لله جت وقت كنت انا بلعب وكنت ماشي بشكل كويس جدا ولعبت ماتشات كتير، والحمد لله. يعني انا لو موجود في الاهلي او موجود عاره تانيه هشتغل واتعب لحد ما ارجع الاهلي وابقى ليا رقم في النادي والعب في النادي. مين عندك جرأة تقول مين من الاهلي اللي وانت بتنافس صعب تطلعه من الملعب؟ هو كل الناس يا كابتن لعيبه وكل ايوه، بس الناس اكيد في كويسه. حد يقول لي لا ده دلوقتي في افضل حالاته. هو كابتن لا، يعني انا شايف ان كلهم مقدمين مستوى كويس جدا، وكلهم اللي بيلعب اساسي كويس، واللي بينزل كويس، واللي بيقعد بره كويس، هم كلهم كويسين جدا الصراحه.